كذلك تراجع القاعات السينمائية من 288 قاعة سينمائية إلى 88 قاعة سينمائية. طيب هناك سينما شبابية في المغرب، هناك يعني هناك حركة للسينما مثل ما يعني تحدث مصطفى عن حركة السينمائيين الشباب في العراق، هل تشابه حركة السينمائيين الشباب في المغرب؟ وما هي ملامح هذه الحركة؟ نعم هناك حركة سينمائية، بس بعض المهرجانات تفرض عليك رسوم للمشاركة في مهرجان، وآخرهم أنا كنت من المشاركين فيه اسمه مهرجان تطور السينمائي الدولي، في هذه السنة يعني فرض $20 أو 200 درهم مغربية كأجرة لجنة الانتقاء التي قامت باختيار الأفلام المشاركة في المهرجان. يلجأ الكثير من المخرجين الشباب إلى يعني الأفلام القصيرة، يعني متى سيلجون إلى عالم الأفلام الروائية الطويلة؟ هناك مشاكل في الإنتاج، مشاكل في التمويل، كيف بالإمكان أن يلجوا السينما يعني الروائية بأطوالها ساعات يعني؟ كيف؟ يعني الأفلام الطويلة في المغرب لكي تنتج فيلم طويل تجد عدة عراقيل من الشركة المنتجة. إذا كنت أنا كشاب تقدمت بمشروع للشركة وأنا لست أجد صعوبة في الإنتاج، والمنتج السينمائي يفرض عليك أنك أن تتوقع على ست بطاقات